هذه السنة الفلاحية جات فيها الأمطار يعني متأخرة، وكذلك قلة الأمطار، فالعجز ديال التساقطات وصل تقريبا ناقص 67% بالنسبة لواحد السنة عادية، وناقص 64% بالنسبة للسنة الماضية. وهذا الشيء اضطر يعني كثيرا على الغطاء النباتي بصفة عامة، وخصوصا على الزراعات ديال الحبوب وكذلك على المراعي. وهذا الشيء يعني كان عنده واحد التأثير على المشية وعلى كذلك على الأشجار يعني المثمرة اللي هي تكدر في إطار الفلاحة التضامنية. فسيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو البارحة، فاش حضرنا واحد يعني البرنامج ديال التدخل اللي هو عاجل واللي عنده ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو يعني دعم مباشر للكسابة والفلاحة عبر واحد السبعة ديال يعني التدخلات، واللي كتهم يعني إغاثة المشية فيما يخص الأعلاف المدعمة واللي هي اللي فيها الشعير وفيها كذلك الأعلاف المركبة، وكذلك توريد ديال القطيع وتتبع ديال الصحة ديال القطيع، لا ديال الغنم ولا الماعز ولا الأبقار ولا يعني الجمال، وكذلك يعني تدخل بالنسبة للأشجار اللي هي باقية فواحد يعني اللي باقي عندها عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين واللي باقي ما وصلتش يعني باش تشد، خصوصا في المناطق البوريه. وكذلك كان هناك واحد المحور ديال الاشغال الهيدروفلاحيه الصغيره واللي كتشغل يعني اليد العامله واللي كتكون في المشاريع ديال الفلاحه التضامنيه، حتى هي غادي يكون عندها واحد يعني التوسيع وواحد الدعم اكثر. المحور الثاني كيخص يعني التامين الفلاحي. فاليوم يعني الكابيتال المؤمن هو 1,000,000 هكتار واللي تقريبا بواحد مليار ديال الدرهم، واللي على ما مضى مشكوره غادي تسرع يعني في العمليه ديال التعويض ديال الفلاحه في المناطق اللي يعني اللي تضرات، ويعني تدريجيا على حساب يعني الوضعيه. والمحور الثالث هو تمويل من طرف المجموعة ديال القر الفلاحي اللي عملت واحد المجهود كبير باش يكون يعني الغلاف المالي اللي مخصص لهذا السنة يكون يتضاعف يوصل واحد 6 مليار ديال الدرهم، واللي غادي يهم عدة يعني تدخلات، وكذلك إعادة الجدولة ديال يعني الليدات ديال الفلاحة.